الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحك الكور على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Я солдат мама, че?
Pa šta će ti? Zdravi vam, jakni, dolazi vam. Šta nam je u redu? الله وإنا إليه راجعون رضا لله الفاتحة Poštovane cijenjene braće, obavit ćemo dženazu namaz odrasloj muškoj osobi. Dovu činim Allahu Đelešanuhu da našem brigadiru Asimu, našem komandantu, oprosti grijehe i uvede ga u džennet. Amin. Dženazu namaz će predvoditi muftija zenički hafiz dr. Mevludin Efendija Didarović. Mufti Bujri. Velika je muška dženaza. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا لله تعالى الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Lidu'an illahi teala el-Fatih. Pošto ne zem braćo, hoćemo halalit merhum. Halal. Ja mu halalim. Zamolit ćemo mufti efendiju da nam se obrati sa kratkim nasihatom. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulim. Allah jalla šanuhu u Kur'ani kerimu kaže, sajdu billah, kullu nefsin zaiqatul maut, wa innama tuvaffavne uđurekum javme l'qiyama, fa men zuhziha anin nari, wa udhile l'jannete, fa qad faz, wa mel hayatu dunja illa meta'ul guru. Allah jalla šanuhu posjeća imene, posjeća i sve nas, da je sve na ovom svijetu prolazno. Da jedino što ostaje i što ima trajnu vrijednost jesu dobra djela. Djela koja su učinjena u ime Allaha Đelešanuhu za dobrobit ljudi, za dobrobit tijedi. I da će prava istinska nagrada tek doći na sudnjemu danu i da ćemo tek tada vidjeti ko je spašen, a ko je propao. Ko je srećan, a ko nesretan. I da su jedini sretni oni koji sebe i svoje porodice spase propasti na sudnjemu danu. Poštovana braćo, poštovani saborci, poštovani prijatelji, poštovana porodico komandanta brigadira Asima Šuvalića. Svako od nas u toku cjelokupnog svog života obavlja najrazličitije uloge. Svako je od nas nečiji sin, svako je od nas nečiji brat, svako je od nas nečiji otac, nečiji rođak, nečiji prijatelj, nečiji saborac, nečiji saradnik u životu. I svaka od tih uloga u životu je važna, bitna, ponekad i presudna. A za jednu životnu zajednicu, dakle za jednu društvenu zajednicu, važnije su ili najvažnije su one uloge životne koje imaju važnost za cijelo društvo, za cijelu društvenu zajednicu. U tom pogledu, danas sa ovog svijeta ispraćamo jednu osobu, komadanta brigadira Asima Šuvalića, koji je ne samo važan za svoju porodicu, ne samo važan za svoje prijatelje, nego je važan za cjelokupnu društvenu zajednicu, važan za Bošnjake, važan, ako hoćete, za cijelo čovječanstvo. U tom pogledu, naravno, komadant Asim Šuvalić je svojim životnim opredjeljenjem, svojim radom, svojim nastojanjem, svojim djelovanjem u najtežim životnim okolnostima pokazao šta znači biti vjernik, šta znači biti čovjek, šta znači biti insan. Jedna pjesma koja je ispjevana nakon rata o Bosni i Hercegovini kaže i postavlja pitanje svakome od nas pojedinačno. Ona glasi: gdje si bio ti kad je bio najteži? Gdje smo mi bili kad je bilo najteži? To je pitanje koje svako od nas sebi treba da postavi. Komadant Asim Šuvalić bio je tamo gdje je bilo najpreće. U najtežim vremenima, u najtežim okolnostima, bio je tamo gdje je bilo najvažnije. Bio je ispred ovog naroda, s ovim borcima, čuvao i islam, čuvao i vjeru, čuvao i ovaj narod. Da mu Allah Đelešanuhu podari džennet Firdevs, da ga uvede sa svojim saborcima, šehidima u džennetske bašte. Bidanillahi ta'ala el-Fatih. Krenut ćemo sa tabutom. Thank you.
Neko je rekao, a mi ću poniti. Ajde, mi ću poniti. Gospodine Šuvalčić, primite ovu zastavu države Bosne i Hercegovine u znak zahvalnosti države Bosne i Hercegovine za doprinos vaše moci. Izvolite. Hvala. Lidan lillah el Fatiha. Neka sađu trojica koja će u kaburu spustiti Bejta. Molim vas da se ne primičete zbog obrušavanja kabura, samo trojica jači mladići i maka. A, e, pare, pare, Ade će i to vam je. Hajte vi, hajte vi. Hajte vi dole. Slušaj, ovu će, ovu izvući ovamo, pa preko njih. Ovamo se... Thank you.
Možete njega izvati gore, nek stavim ovaj dasku. Alde, pomozite mu tamo da ih pojde. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الحمد لله مجيب دعوات ومجيس اللهفات الصلاة والسلام على خير البنيات نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لا مانِ لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين وبركة في العمر والرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت وجوازا على الصراط وخلاص من الحساب ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام الأحمر بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا ضال إلا هديت ولا مرسل إلا فيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت اللهم ارحم صاحب هذا القبر المقام قاسم ابن هاجر شبرج برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر له ذنوبه اللهم ارحمه اللهم يسر حسابه اللهم املا قبره نورا اللهم اجره من عذاب النار وعذاب القبر وادخله الجنه مع الابرار ينال من الاسرار اللهم ثبته بالقول الصامت في الحياه الدنيا وفي الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر له ما مضى واصلح له ما بقي بحرمه الابرار يا عالم الاسرار اللهم ثبته بالقول الثابت في الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الإسلام ديننا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره غرفة من حفر النيران اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الذكران يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا الفاتحة. Allah je šanom utakini od nas naša dobra djela, da nam bude milosti i oprosti grijehe, da se smiluje našem Asimu, da ga uvede u džennet, inša Allah.